لسه مكملين معاك يا كابتن اسلام من هنا من داخل فرع النادي الاهلي بمدينه نصر، احتفالات فرحه جماهير مصر، جماهير النادي الاهلي بالفوز والانتصار على منتخب الكونغو والصعود الى دور ال 16. معانا جانب من اعضاء النادي الاهلي نعرف انطباعهم ايضا عن اللقاء، فرحه جميله والشعب فعلا كلنا الشعب المصري بيتشعبط على الفرحه. برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، ومعانا اصغر مشجع مصري واصغر مشجع اهلاوي. شايف في الانتصار النهارده ازاي وشايف اداء المنتخب المصري؟ والله هو الفريق القومي دايما بيفرحنا، هو اللي بيجمع المصريين كلها مع بعضيها، واحنا فرحانين جدا، والجو بتاع الاهلي جميل جدا جدا جدا، وان شاء الله تطوير اكتر واكتر باذن الله. بدانا نشوف تاني الاسره المصريه تعود للمدرجات، تعود ايضا للانديه انها تتابع اللقاء، شايف الاطفال والرجال والشباب والسيدات بيملأوا جنبات النادي الاهلي. كلم هيعت ايه؟ هيعت تتكلم الحاجه. ارحب بحضرتك وبقول بتكلم على حرص الاسره المصريه، بنشوفها في المدرجات بتعود الاسره المصريه بتبقى متواجده معانا في النادي الاهلي ان هي تتابع اللقاء. اكيد عشان نشجع مصر كلنا طبعا، من هدف تاسو سيد انها كره راقيه جدا وماتش جميل، ويعني فعلا استمتعنا. يعني مين نجم المباراه من وجهه نظر حضرتك؟ صلاح طبعا. محمد صلاح. اقول له ربنا يكرمك ويزيدك ايمان. نشكر حضرتك ومبروك لمصر. مستمرين معاك يا كابتن اسلام، ومعانا احد اعضاء النادي الاهلي. دكتور برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. الاداء اتغير عن المباراه الافتتاحيه يا دكتور؟ طبعا في تغيير كبير قوي، والفرقه بتلعب بانتشار وباداء جميل، وواضح ان في خطه بيلعب بيها المنتخب المصري. الثقه ابتدت ترتفع وتزيد اكتر، والطموح يزيد ان شاء الله ان احنا نتوج بكاس البطوله. والله هو عايز اقول لحضرتك حاجه، الثقه دي هو اللي اداها لها الجمهور المصري اللي مالي مدرجات استاد القاهره، اللي احنا بالنادي وبناشد الاجهزه كلها ان يبقى موجود الجمهور المصري، وما ننحرمش ابدا من الجمهور المصري ومن الاداء اللعيبه والجمهور. نشكر حضرتك. مستمرين مع حضراتكم، ومعانا اسره اهلاويه مصريه، اللون الاحمر هو عنوان الصوره. برحب بحضرتك، مبروك الفوز، مبروك الانتصار، الشعب المصري يستحق الفرح. اقول مبروك لمنتخب مصر والشعب المصري كله، محمد صلاح اللي مشرفنا في كل حته في الدنيا. حضرتك تقول ايه النهارده بعد الفوز وبعد الانتصار وصعود منتخب مصر لدور 16؟ اقول انا مبسوطه جدا للمنتخب، وربنا يوفقه ان شاء الله في بقيه الماتشات ان شاء الله، ربنا يوفقنا. مين نجم المباراه؟ صلاح اكيد. قولي ايه لمحمد صلاح؟ ربنا يوفقك ان شاء الله في كل الماتشات اللي جايه ان شاء الله.